أنت العباس بن عبد المطلب، سيد بني هاشم وسيد قريش وصاحب السقاية في الكعبة. أي شيء يرغمك على أن تقاتل رجلاً من أهلك؟ كأنك لا تعرفين سادة قريش وبطشهم. لقد أسروا منا الكثير، حتى ولدي وهب لم يسلم منهم. لولا تلك اليد الباطشة التي أمسكتني لما استطاع صاحبك الخطر بي. إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل قتلي فافعلوا. والله لو أن قريشا بفرسانها وسادتها اجتمعوا على أن يمنعوني ما استطاعوا. جئت إليك مهاجرا يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. لو دخلت في الإسلام يا أبا سفيان لآمن أهل مكة جميعا. رجال حول الرسول يعرض في الأوقات التالية. رمضان ويانا غير.